نبدأ بقى مع حضراتكم النهارده. هنبدأ أول أخبارنا بباتسو موسيماني، طبعا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللي قرر منح اللاعبين راحة سلبية في التدريبات النهارده، وده في إطار البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة. ويستأنف بقى الفريق تدريباته بكره الأربعاء استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات هنا الدوري الممتاز. طبعا زي ما احنا عارفين الأهلي حقق فوزه الأول يوم الأحد كانت بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام، ده ضمن منافسات الجولة الأولى طبعا من مباريات المسابقة المحلية. كمان امبارح خضع لاعبي النادي الأهلي اللي شاركوا في مباراة مصر المقاصة لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني اللي وضعه الجهاز الفني ليهم. وكمان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وشهدت هذه الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة اللي طبعا حسمها الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. كمان موسيماني كان حريص على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات، واتكلم كمان معاه عن بعض الأمور الفنية، وأشاد جدا بالمستوى اللي ظهر عليه شريف في لقاء مصر المقاصة.